الأحزان اللي غالبيتها بتعدي بينا، ربنا وصانا بمجموعة وصايا. على رأس الوصايا دي خدمة الغير. أول ما تلاقي نفسك عندك حزن ومكتئب وطالع من علاقة أنت مجروح فيها، وعندك أزمة في شغلك، ساعات الإنسان بتبقى صورته قدام نفسه فيها شيء من الانهيار. يبني صورتك قدام نفسك تاني إنك تبقى سبب في إكرام بني آدم. نظرة الامتنان اللي هتشوفها هترد لك روحك. ربنا بيقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلماء النفس بيقولوا إن من أوائل الأشياء اللي بترفع الحزن رؤيتك لقيمة نفسك في عيون الناس لما تساعدهم. وبفكرك إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على عبد، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. أي موقف من دول بيرد لك جزء كبير مما انهار من صورتك قدام نفسك لو عندك موقف حصل لك فيه حزن شديد.